لا جوزي لازم من بدري متقلقش. اعرف الواد ده من امتى؟ طب اتجوزتيني ليه وانت بتحب واحد كده؟ ايه يا حبيبي وحشتني، مش ناوي بقى تحن عليا شويه ولا انا موحشتكش؟ ولا لازم انت بس اللي توحشني؟ لا جوزي لازم من بدري متقلقش. يلا بقى عشان انت وحشتني انا زهقت. اه يا حبيبي قاعده اهو مستنياك عشان بجد بجد مخنوقه قوي ومحتاجه لك قوي. طب ماشي استناك. طيب ايه؟ ماشي. تعرف الواد ده من امتى؟ انت خايفه وانا بقيت بخاف ولا ايه؟ ايه يا هانم ما تردي ولا تخرصي دلوقتي. تعرف الواد ده من امتى؟ من قبل ما اتجوزك بكتير قوي. تعرفيه قبل ما تتجوزيني يعني انا كنت مغفل؟ لا طبعا. رني على الواد ده خليه يجي دلوقتي. دلوقتي؟ ولو عرفتيه ان انا هنا هخلص عليكي. طب انت هتعمل فيه ايه؟ وانت خايفه عليه قوي كده؟ يا حرام. طب اتجوزتيني ليه وانت بتحب واحد كده؟ انا بحبك انت كمان والله. رني عليه انجازي. ايه لسه ما رضاش كل ده؟ تليفونه مقفول. ايه المشكله؟ رني تاني تالت. ما جاش دلوقتي يجي بالليل، ما جاش بالليل يجي بكره بعده، المهم ان هو هيجي وانا مستنيه. بلاش العصبيه تعميك يا حسام وتخليك تعمل حاجات تندم عليها. لو من ناحيه الندم فانا فعلا ندمان انك اتجوزت واحده زيها. انت بتيجي عليا دايما يا حسام. اتصل بيه. حاضر. ايه يا حبيبي معلش انا كنت عايزاك بس تيجي دلوقتي. لا 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 مفيش اي حاجه، ده انا بس كنت مخنوقه كده عايزاك تبقى جنبي. لا يا حبيبي بس ده انا صوتي تعبانه كده بس مشغول البيت. طيب تمام بسرعه بقى ما تتاخرش. يلا جاي صح؟ جاي بيتي ولمراتي اللي انا متجوزها وفي غيابي. بصي انا هدخل جوه قسما بالله لو عرف ان انا هنا والله لا اطلع اقتلك واقتله. تمام؟ والله يا حسام هتندم على اللي انت بتعمله فيا ده. هو انا قصرت معاكي في حاجه قبل كده؟ عمري جيت عليكي قبل كده؟ ما تردي. لا يا حسام. طب ظلمتك او هنتك او عملت اي حاجه من دي؟ لا برضو. طب عملت كده ليه؟ عشان بحب. مش مفروض تقومي تجهزي نفسك كده بدل ما تقابليه كده حزينه؟ ينفع؟ يعني ايه؟ يعني تقومي بقى تظبطي نفسك ميك اب بقى والحاجات دي بتاعتك اللي انت بتحطيها لجوزك المغفل اللي هو دلوقتي في الشغل عمال يطفح الدم عشان يعيشك عيشه حلوه، صح؟ انا جاهزه. انا هدخل جوه لو عرف ان انا هنا زي ما قلت لك. يا رب انا خايفه يعني في اي حاجه. يا رب انا بحبه قوي. يا رب استر. يا رب حس كأنك تعرف لنا هنا. افتح الباب. حاضر. يلا